خاصة بتونس، ديجا من أكبر شركات العطور الفرنسية تستعمل في الأرنج نتاع نابل باش للعطور نتاعها، وإحنا نستعمل الورد والعطرشية الزهور الكل. وعنا تقاليد فيها وتقطيرها وتنظيمها. عنا ورد الخزازية وما أدراك، بخلاف معناها قطع النظر على نابل اللي هي مختصة في الزهر. أما إحنا عنا العطرشية، الورد، عنا القحوانة، عنا الورد، ونهتموا بالموضوع ده. عنا سوق، وإن كان مش منظم وباش يهتموا به، أما السوق عنده قيمة وعنده اقتصادية، لأنه أغلبية الورد كما قال الخزازية وأقبلها ذرع الطمار والقطرانية ولا في السيد عمر، عندنا كميات كبيرة من الورد اللي معناها تمشي بشكاية، تمشي تتحول في بقايا اخرين. يا ريت يكون عندنا معمل بتاع تقطير الزهور من نوع هذا. موجود في عندنا سوق في برج البقري، عندنا سوق برج البقري موجود. يا لك السوق اللي نحكي عليه ومش قاعدين يحاولوا فيه. انا نحكي لك على الفايده اللي تخرج، خاطر الزيت يخرج وحده والماء يخرج وحده، اللي ماشي مع الاستهلاك نتاعنا في الحلو وفي الدبش وفي كذا وكذا، فما حاجات تخرج منها حاجات اخرى اللي ما عندناش امكانياتها هنا. استاذ ناصر، عندنا عاده ايضا حتى في الماء الورد، يقول لك الماء الورد نقطر به عينيه، الماء الورد عنده فوائد صحيه. هذاك استهلاكنا اليومي، هذاك يتعمل في الحلو، في كل شيء، في كل شيء، في قهوه، في تقطر به عينيك. هذاك انا نتحدث على اهم من هكا، لان هي فور ثورة بمعنى كذا، ثروة 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 من الثورات يزينا لطف 17 ثروة كبيرة يا زهي. نعم كبيرة. وانا من علاش انا من العائلات اللي كان عندنا قطار كبير من حيث الكبيرة والكسكاس نتاعه فخار وكذا، ونهتموا بالموضوع هذا ونقطروا نعولوا من العولة. صحيح. كي تربط العطرات هذيا بالعنبر اللي هو العنبر حاجه كبيره ياسر، والعنبر هذا عنده ارتباط بالصناعات التقليديه وخاصه شبه الفضه مثال. تعمل مشموم والكعب نتاعو عنبر، تعمل عقد والكعب نتاعو عنبر، يعني ما يمكن هي مختصه. نحن توا سيرتو بريود رمضان يجي في البريود هذه، والعباد قاعده تقطر في الزهر والعطرشيه، واحنا نستثمروا يعني الزهر والعطرشيه في الحلو، خاصه اللي ثم حرف تظهر بصفه استثنائيه في شهر سيدي رمضان، كما مثلا الزلابي والمخارب اللي هي حاجه يعني حلو يظهر سبيسيالمون في رمضان. بنشوفوا نحن سيدي رمضان، كان الزلابي والمخارب كان في سيدي رمضان. دونك احنا باش نحكيو يعني على الحرفه هذه. دونك عندنا ريبورتاج نورمالمون حاضر هكا، ولا عندنا ريبورتاج باش نعديوه على الحرفه هذه تاع الزلابي والمخارب، ونشوفوا يعني الاخصائيين القيروانيين شنو يحكيو في الموضوع. نشكو ايضا زميلنا يوسف الحمادي اللي قام معايا باخراج هذا الريبورتاج، شكرا يوسف. حنوت في بروته معروف من اللي هو اسم صالح العزعوزي، اللي نحن مختصين في مثل كل عام وكل شهر رمضان نخدموه زلابيه ومخارق في مثل هذه الخاصيه نتاعنا. شهر رمضان نخدموها زلابيه ومخارق متنوعه متاعبين من ناحيه السلعه في مثل وما ثماش. السلام عليكم، نهاركم طيب. حنوت في بروته معروف من اللي هو اسم صالح العزعوزي، اللي نحن مختصين في مثل كل عام وكل شهر رمضان نخدموه زلابيه ومخارق في مثل هذه الوحده الخاصيه نتاعنا، الخاصيه نتاعنا في مثل شهر رمضان نخدموها زلابيه ومخارق متنوعه. ثم عندنا باللوز، عندنا عاديه، ثم بالسمن، ثم بالجلجلان، ثم النورمال في مثل، وعلى كل اشي يحب الوكيل نحضروا له. عندها في هي اصلها هذه ترجع تركيا، زلابية هذه ماخذينها على العثمانيين وما يقارب على 400-500 سنة فهمتني، اللي قاعد متوارثة حتى هذه ساعة. والله الجمعة الأولى مشيت بدات هكا تجبد بالشوية بالشوية، تجبد خدمة معناها مش كيما من الأول، وكيما من توا هانا دخلنا النص الثاني في رمضان، ان شاء الله ربي يحرك اسبابها. بالنسبه لزاد السلعه راهي قليله، متعبين من ناحيه السلعه فهمتني، وما ثماش فهمتني
ندوروا 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 من اللي تجي تكلم ويقول لك مثلا ما كلام مثلا ماشي كل حاجه. الفاني هنا المواد الاوليه في النيلام نتاع الزلابي والمخارق هذه اللي نحن الاشكاليه اللي قاعدين متحيرين منها، وتو مازالوا جماعتين ما شنو فاهم اني واحد من الناس كصناعي باش نكمل في النيلام هالجماعتين كيفاش باش نكملهم مش فاهم. في سيسمة في الرحيبة وكان العزعوزي تو في النحيسية العزعوزي رضوانة اللي بحب حمام القرقبية في الجرابة محمد العزعوزي وبي إبراهيم العزعوزي وبي إبراهيم هذوما تاريخ مش إشهار هذوما ماتوا أعلام ما عندك ما تشعر فيه مات توفى لكن خلى صنعة لكن صنعة وعايشة منها الناس صحيح والناس اللي تقدها وراهي زلابيتنا ومخارقنا غير الزلابي نتاع باجا صحيح كل حاجه وكل بلاد وصاها قال احنا عندنا ناس وتختلف من حنوت لحنوت اما مقدوده وهذيك اللي كانت الحلويات اهم الحلويات اللي كانت مغطي السوق هي الزلابي والمخارق وخاطر تشري منهم الناس للدار وتشري منهم للجوامع صحيح وخاصه اللي تختم كل ايد 27 تكثر فيها الزلابي والمخارق والفطاير اللي مسمنه كل قدير وقدر والمقروض الابيض وشو نتاع نتاعنا هذا المقروض الابيض اللي هو البات نتاعو كيما البات نتاع الغريبه صحيح ما نعملوش الناس كل ما ومحشي باللوز هذه اكله فين وياس صحيح وهذه قروية الفطاير المسمنه نعملوها شخصيه قرويه ما تعملهاش الناس كل اما من الحاجات اللي كانت دارجه خاطر الحلو فما ناس ولا دخلت القطايف من الحاجات الحلويات تلتقى في السوق شويه قطايف اكل حلوى البيضه اللي يقصوها بالقدومه تعرفها ذيك اللي هي ما عادتش كانت تبراو تبراو والضو يشعل من فوق وغطيه بالسيلوفان حلوى جلجلانيه حلوى حمصيه حلوى حمصيه واكل حلوى البيضه هذوما ويبدا يقصها هكا بالقدومه تتقص ديمورسو هذيك كيفاش من الحلوى التركيه هذاك اي لما هذاك تو موجود في سوسه برشا في بقايا اخرين كان هذاك بايك بايك البريش احنا مازال واحد برك برويطه نتاعو هنا في السوق في الصياغيه برسك فهمت هذا هو القطايف كما قلت لك الورد اللي هو ودني القاضي نجم نقولوا السمسه أيوة. دخلت السوق معناها ولات حاجه الى جانب المقروض العادي اللي دخلوا فيه شاميه ودخلوا فيه جلدان ودخلوا هذيك اجتهادات وابتكار انا نقول اما المقروض نتاعنا العادي اللي مقلي وملفوف بالزيت الزيتونه والتمر معناها المخلط في بالطرف ومتابعه معناها في شوش الوزن في معناها مفاوح وكذا هذاك اللي جاب النكهه نتاع اشهار المقروض عالميا فهمتك بحيث تحط في الزلابي والمخلط كانت هي ام التجاره في الحلويات في سوق القيروان اللي هي الزلابية والمخارق عند الناس اللي قدينا اللي هما دار العزعوزي وتحية ليهم وناس وقاعدين يتوارثوا فيها شيء بعد شيء حتى اللي عنده خدمة أخرى طول العام في رمضان ياخو كونشي أو يفضي روحه لكن المهنة هذيك اللي فيها دخل كسب ولا الحمد مش كيما تو الزيت ما فماش والفرينه ما فماش هذا يبعد علينا الواحد الناس كانت تسمع فيه معناها هذيك عائلات ما عايشه ما فماكين كي تقص عليه انت بدون زيت ولا تقتل الفرينه ايش مش ياكل؟ ايش مش يخدم؟ ايش مش يعمل؟ وهي تقعد يعني ابار انها هي يعني حاجات مصدر مورد نتاع رزق لكن هي في التراث الموروث يعني اللامادي القيرواني ولا الموروث المادي دونك تتابع كل التراث يعني انت تتصور ايماجين معناتها رمضان ما فيهوش زلابيه ومخارق معناتها تحس الصوره ناقصه الناس تجينا من بقايا من بقايا اخرين باش ياخذوا الزلابيه والمخارق نتاع القروان هي راه مع تحياتي للباجيه راه حسب بالحق فما كل فما ناس محافظه عليه يعني فما برشا حاجات مشات علينا تو الجبونات والريكوتا والجبنه جبنه جبنه كلي بالدوث اي واحد صحيت وبالكليل وين ما خدتش في باجه تلقى الرايب الزبده العربي يعني كل بلاد فما ناس حافظت فما ناس مشات احنا هنا القيروان كنت اني قرو وابن قرو ونحب القروان ونحب لك الخي ونعرف برشا حاجات
كيما ما نعرفش برشا حاجات. صحيح. فما حاجات اللي هي مصدر فلوس، مصدر معناها حياة. صحيح. أنا والله كي نشوف شاب سلمنا فيها. كي نشوف أني شاب عمره 24 سنة يطلع حتى من وجهه، حتى من البروفيل متاع وجهه، يتلقاه يخدم مع الفطايري في رمضان، يبيع في زلابي والمخارق، قول يا ربي لك الحمد. فما طلب. يعني الأجيال متوارثة المهنة هذه وما يتكبروش عليها. صحيح. صحيح. دونك مدام حنان اش عندك تضيف في الموضوع هذا دونك؟ هي السلابية والمخارق هي كانت قبل تتباع كان في رمضان. توا هاي وليت في سير الأيام، لكن النكهة متاعها والجو اللي في رمضان مختلف. صحيح. تحسها في رمضان معروف هذاك لازم في الليل، حتى ما تاكلهاش هانك تخزر لها، يعني نقول لهم أني محطوطة موجودة. المفيد موجود على الطاولة متاع الحلوف متاع رمضان متاع السهرية، يعني متاع السهرية كعبة زلابي والمخارق ديما موجودة. والحاجة اللي الواحد انه الشهور متاعك يبدا مفوح بالماء ورد محلاها ريحتها بالحق اللي فريمون شهور يبدا يكون مزيان. شو نقولوا هكا هو سيدي رمضان يفوح مسوح الشهور اللي خلاها على عتتها مش يلبسها. اي بالطبيعة اي ما فيها مش توا هاني حل في فيسبوك اعطي الروسيت واعمل زلابي وانخب بالدبوسة واعملها، علاش تمركز فيها؟ تي حاجة فينو حاجة باهية وكان عندها قيمتها وحرفه حرفه حرفه كحرفه نحترموا الحرفيين في هذيك. انت مش تعمل طاجين وكذا ومش تنقب دبوسه وتحط فيه باش تعمل زلابي تخلبصها ما تجيش تحب تخدم تعمل حويجه في دارها مش مشكل معناتها ما هيش هذيك اجتهاد كيما نقولوا نحن متاع مرا تحب مثال هكا تجرب حويج على عينها ولا تحب تجرب. احنا نسكر راه حاجه راه نحبوا ديما نجربوا. انا لو جربت وما نكذبش عليك انا ريت وجربت اما باش تعمل منها قاوق وتعمل منها تجاره وتولي تعمل بالتليفون تحبش كيلو زلابي ونوصل لك كما ولات المقارونة والكسكسي كل شيء توا ما تجيش فهمت هذاك علاش نحكي هو هي حلاوتها زاد الواحد مش الفايده انه ياكل ترفع عجين مقليه ومغطسه في الشحور اللي هيك تبدا كعيبه مرتوبه مستويه هكا وكل تبدا الدويره نتاعها قد عندها فواحه عندها فواحه ولي وتبدا حاجه رفينه مش تبدا ملبزه نحن نقولوا عندها والسر فك الطاجين نتاعها وكل وقفه قدام الفطاير فهمي كي مش تجي من عند الزلابي ولامبه تشعل ويشد لك ويحط لك الكاغت ولا الباكو وفهمت ويوزن هذاك السر ما يبيعوا فيه كان الزلابي والمخارق ويتغزل له كيفاش يغطس الزلابي في الشحوط ويهزها من الطاجين ويحطها لك طول هذيك السر. الناس كنت تحب تعمل اعمل اما سرها عندها سر هي عند الحيره في بيتو كيما عند السناي عبيده وعندها فواحه ما يعطيولكش اما فواحه اما عندي فكره شويه صغيره كيما قلت لك شويه حبت حلاوه فما حاجات ما كذا والشحور نتاعها فيه سر كيما قلت لك اللي هو يحط كريم قاص طيف ورد كذا هو الشحور يطيب بالعين راه خاطر مش كل السكر البي اش نتاعو كيف اي ما باش ما يبسش بالعين اي بالعين نعرف انا واحده من الناس نطيب البونطه نتاع البقلاوه مثلا بالعين نطلعها من غير حتى شيء الاحكار ولا واحد نصب الماء لا بالدبوسه لا حتى شيء بالعين تعرفها يعني شهور قد قد ولا طلعت زمنيه انت زمنيه بوين شنو مال خدمت بالقداش وخدمت الزربيه وخدمت ما نخبيش والمخزن كسكست الكسكسي ويرحم من قره وورد انا صابونه الدار نطيبوا لروحي صابون لا بيت زيت زيتون شنو سي ناصر طلعت زمنيه زمنية زمنية فوندو ونحب الحاجة الفوندو باش نواصلوا مع الفن دونك الفوندو في مع زياد مع طاهر غارسة طاهر غارسة دونك